السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاميرات المراقبة ترصد حادث وفاة الشاب أيمن الله يرحمه. حادث كان صعب جدا في وهران، طبعا هو مغني الراي. الآن سوف أوفيكم بهذا الفيديو. أتمنى من أخواني وأخواتي الاشتراك في القناة والدعاء لأيمن بالرحمة والمغفرة وأنه يصبر أهله. طبعا هذا الجزء من كاميرات المراقبة ترصد الحادث. كما رأيتم كان حادث واعر. أتمنى الجميع أنه تدعو له بالرحمة والمغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.